ونحن نؤكد من هذا المكان أن استمرار هذا الانقسام البغيض لا يستفيد منه إلا عدونا الصهيوني، وأن الرئيس محمود عباس كان واجبا عليه أن يحتضن خيار الشعب الفلسطيني، خيار انتفاضة القدس، وهو الذي أكد في كل المحافل بأن إسرائيل لم تعطه إلا صفرا كبيرا، وأن المفاوضات العبثية على مدار أكثر من 23 عاما لن يستفد منها إلا العدو الصهيوني. كان واجبا على الرئيس محمود عباس بدلا من أن يذهب ليعزي بهذا المجرم القاتل الذي قامت على أكتاف إسرائيل وأبو المشروع النووي الإسرائيلي وقائد الجرائم ضد شعوبنا العربية وضد شعبنا الفلسطيني، كان واجبا عليه أن يذهب إلى والدة ياسر حمدوني ليقول لها بأن دماء ياسر لن تضيع أبدا، وأن الأسرى لا يمكن أن ننساهم أبدا، واجب عليه وقد ذهب إلى جنازة هذا المجرم أن يعتذر اليوم للشعب الفلسطيني الذي أكد بكل فئاته وشرائحه وكل ما يمتلكه الشعب الفلسطيني، أكد رفضه لزيارة الرئيس محمود عباس واشتراكه لجنازة هذا المجرم القاتل. وانتو يا نشامة من الأرض علينا دين كل حجر كان. عدنا قدساتنا وكرامتنا عبادة أيها الإخوة.